ده ابو السيور. ده ايه؟ ابو السيور. ابو السيور حتى السمك كمان موجود هنا في السوق. طبعا ده سمك متعفن يعني وباين عليه جدا ريحته زي ريحه الفسيخ كده بالظبط. اهو الثعلب اهو. تصطادوه ازاي الثعلب ده؟ لا دي جراوي. يعني ايه جراوي؟ صغيره. بيقشر الاستفندي وبياكله لوحده باستطعامه كمان. سكر. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد. معكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله هناخدكم في جولة كده غريبة من نوعها. هنروح مع بعض عند اغرب سوق في مصر. سوق فيه من الإبرة للصاروخ حرفيا. احنا دلوقتي في الطريق اول مرة نروحه معاكم ومشغلين الجي بي اس. على يمنا دلوقتي القلعة زي ما احنا شايفين كده. احنا دلوقتي في الطريق اهو الجي بي اس مشغلينه علشان ما نعرفش الطريق اول مرة نروح. احنا رايحين سوق السيدة عائشة. السوق ده بيكون موجود يوم الجمعة بس. فيه كل حاجة غريبة. كل حاجة غريبة هتلاقوها في السوق ده. في كل حاجة تخطر على بالكم. ان شاء الله هنصور لكم مجموعة من الفيديوهات هناك. بس يعني ايه، اتمنى ان انتوا تدعموني وتشجعوني لان تشجيعكم ليا واللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات على اليوتيوب وهو اللي بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر من اماكن مختلفة في مصر. تابعوني بقى وياريت ما تنسونيش في اللايك وكمان شير. واللي لسه ما اشتركش في القناة اتمنى يساعدني ويشترك فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار جديد من القناة. يلا بينا نشوف مع بعض طريقنا ونشوف مع بعض السوق اللي احنا رايحين. اللي قدامنا ده مسجد السيدة عائشة اللي في وشنا ده. طبعا السوق بيكون هناك في منطقة السيدة عائشة يوم الجمعة بس. الناس بتيجي بقى من جميع انحاء المحافظات ويعني ايه تفرش بقى كل حاجة في السوق ده. اي حد عايز اي حاجة ينزل سوق السيدة عائشة ان شاء الله هيلاقي حاجته موجودة هناك. شايفين بقى الدنيا زحمة قوي هنا. الاتجاه نحو اليمين. طبعا المغتربين بيحبوا جدا الفيديوهات اللي من نوعيات الجولات دي خصوصا يعني عشان كده حبيت ان انا اخدكم في جولة واحنا رايحين في الطريق علشان يعني بيحبوا يشوفوا شوارع مصر الجميلة والاحياء الشعبية في مصر. فحبيت اصور لكم الطريق واحنا رايحين السوق بتاعنا. ودلوقتي بقى من امام سيدة عائشة احنا ركننا العربية وكمان هنعمل لقاء بقى مع احد المترددين على السوق دايما. سلام عليكم. تعرف بيك؟ عصام صبري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. حضرتك متعود تيجي سوق السيدة عائشة يوم الجمعة؟ تيجي كل قد ايه؟ يعني ممكن في الشهر مرتين او ثلاثة. بتتسوق بتجيب ايه بقى من السوق؟ عصافير، ممكن حمام. ورينا كده جبت ايه من السوق. ولازم الواحد ينزل بدري ولا متأخر؟ ان شاء الله الواحد ينزل بدري. الاحسن الواحد ينزل بدري. الاحسن الواحد الساعه كام؟ يعني من الصبح هنا الساعه 7. الساعه 7 الصبح. 7 الصبح. شغالين من الساعه 7 لحد الساعه كام السوق؟ لحد الساعه 5 في النهار. والله. بتجيب العصافير دي بتربيها هوايه؟ هوايه. وبتجيب ايه تاني من سوق الجمعه؟ ايه ممكن تاني؟ سلاحف، ممكن قطط. الاسعار بتبقى مختلفه عن اي كل حاجه ولا سعرها. طيب تنصح الناس بايه اللي اول مره عايزه تروح سوق الجمعه ما جربتوش او سوق السيده عائشه؟ تنصحهم بايه؟ اول حاجه خلي بالهم من الحراميه. الحراميه صراحه يعني سمعنا فعلا كده يعني. دي حقيقه يعني. يعني حاجه ينزل يتمشى كده ويشوف الناس ويشوف الدنيا هل في طرق غش هناك؟ طرق غش ان انت ممكن تختار حاجه وتتبدل وكده يعني الواحد يشيك على حاجته الاول ولا يعني بص على الحاجه طبعا اللي هيشتريها. صحتها كويسه من ناحيه بقى مثلا مربع عصافير تكون صحتها كويسه. الريش بتاعها كويس، حركتها تكون كويسه. ما شاء الله اشكالها جميله والوانها كمان جميله. الحمد لله. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا. وطبعا ما فيش ركنات عند السوق صح؟ نركن بعيد شويه. ما فيش ركن يعني اللي عايز يروح السوق يركن بعيد شويه. يركن بعيد مش هيعرف يدخل لو معاه عربيه مش هيعرف يدخل زحمه جدا جوه. تمام انا بشكر حضرتك جدا. شكرا.
ودلوقتي من داخل سوق السيدة عائشة، سوق الجمعة بسيدة عائشة، أغرب سوق في مصر زي ما احنا شايفين، زحمة جدا جدا. بصوا بقى كل أنواع الحيوانات والطيور وكل ما يخطر على بالكم هتلاقوها هنا، ضفادع، سحالف، عقارب، كل حاجة زي ما احنا شايفين. وأنواع الحيوانات الغريبة كل حاجة موجودة هنا في السوق ده. تعالوا ناخد في جولة كده ونشوف مع بعض الحاجات اللي موجودة هنا في السوق. بكام البط ده؟ الجوز ب25، ده بط. حتى السمك كمان موجود هنا في السوق، طبعا ده سمك متعفن يعني وباين عليه جدا ريحته زي ريحه الفسيخ كده بالظبط. تعالوا نشوف بقى السمك ده بقى بكامل. السلام عليكم، ده نوع ايه ده؟ بكام الكيلو؟ وده ايه ده؟ بكام؟ المكرونه دي بكام؟ 30. والاخطبوط ده بكام؟ الاخطبوط ب60 والجمبري 100. شكرا. انا مستغربه الصراحه من الناس اللي بتشتري. تعالوا كده نشوف مع بعض ده ايه اللي بيبيعوه ده، على اساس جمبري ولا ايه؟ تعالوا كده. السلام عليكم، هو ايه ده لو سمحت؟ ده اشكال ايه يعني؟ نوع من انواع ايه ده، جمبري ولا ايه؟ نوع السمك. سمك بكام؟ الله يبارك لك. ده هو تعمل بيه ب20. ب20 جنيه؟ اه ماشي، شكرا. وهنا بقى الطيور، بيبيعوا الطيور حيه زي ما احنا شايفين، فراخ البلدي والبط البلدي والحاجات دي. في انتيكات هنا، بصوا الحاجات اللي هي الفرعونيه دي برضو بتتباع هنا في السوق. والسمك الزينه اهو، واللحوات كمان بتتباع هنا. وكل ده احنا لسه على فكره ما دخلناش السوق ده، كل ده احنا لسه في اول الشارع بتاع السوق. طبعا اللي يجي السوق هنا لازم يكون فاهم جدا جدا عشان ما يضحكش عليه الصراحه. وبصوا الكتاكيت اهي موجوده بالوانها كلها، عمركم شفتوا كتاكيت ملونه؟ هتلاقوها هنا موجوده في السوق اهو، احمر وازرق واخضر واصفر وابيض، كل حاجه. والكتكوت بجنيه يا بلاش. وهنا البط برضو، بكام البط ده؟ كام البط؟ ب40 الواحده ولا الجوز ولا ايه؟ الجوز ب40. في فراخ صغيره برضو للتربيه. وده كمان وطواط، بصوا ده شكل الوطواط ده. اشتريته بكام ده؟ اشتريته بكام؟ ب50. طب انت مشتري ايه، تربيه يعني ولا ايه؟ اشمعنى الوطواط يعني؟ انا غاوي تربيته وطويل. يعني بتستخدمها بعد كده في ايه ولا؟ انا غية عندي كده بس. بتاكل ايه بقى الوطويل دي؟ بتاكل فاكهه. فاكهه؟ فاكهه؟ نوع ايه من انواع الفاكهه؟ اي حاجه فيها ميه زي الجوافه زي البرتقال. بيكبر احجامه عن كده؟ لا اخر حجم كده. شايفين ده شكل الوطواط اهو؟ جابه من جوه، من السوق من جوه؟ ايوه. شكرا. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين في تعابين، وفي هنا، السلام عليكم، تعرف بيك؟ تتعرف بيك؟ ابراهيم الصوت. قول لي بقى عندك ايه هنا يا استاذ ابراهيم؟ بتبيع ايه؟ بتبيع ايه هنا قول لنا بقى؟ صور، تعابين. فرجنا كده على اللي عندك. وحرباية. وايه ده؟ ده تمساح؟ تمساح، وفي ثعلب، والثعلب تحت هنا. فواكه وخضروات. طلع لنا كده التعابين، ورينا كده بكام السعر واسمهم ايه وكده، انواعهم ايه؟ ده ابو السيور. ده ايه؟ ابو السيور. ابو السيور ده في سمن ده؟ لا انواع كلها غير سمن. بكام بقى التعبان؟ بيبدا من 25. وبياكل ايه؟ سحالي او فران. سحالي او فران؟ ويخلص على فران البيت يعني. سحالي فران مايس. ورينا كده ما
اسمها ايه دي الحربايه دي، وهي فعلا بتتلون؟ اه. طب ما تحطها لنا جنب حاجه صفرة كده نشوفها بتتلون ولا ايه؟ هي ما بتاخدش كده. امال ايه؟ هي بتاخد الوان وسط المحيطه. قرب المايك منك بعد اذنك عشان الصوت. بتتلون ازاي؟ بتاخد الوان قريبه من الوسط اللي محيط بيها. اقرب حاجه يعني. طب اللي بيربيها ليه السحليه دي؟ كل الحاجات دي زينه وهوايه. بكام بقى؟ مش كله، بتقدر من 25 الصغيره. وبتاكل ايه؟ حشرات. بتاكل حشرات؟ وايه ده بقى؟ قول لنا ده ايه؟ ده صقر شرياس. ايه طائر ايه؟ صقر شرياس. صقر شرياس. بكام الصقر ده؟ عامل 120. 120. وايه اللي تحت دي بعد اذنك؟ ايه دي؟ ابو ليا. ابو ليا؟ ورينا ابو ليا كده. ايه ابو ليا ده؟ ليه اسم تاني؟ لا هو اسمه ابو ليا. بتاع ايه ده؟ وريهولي كده. ابو ليا شبه الفوق. بكام ابو ليا ده؟ ده الجزء 120. انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ ما شبه الفوق. انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ في حاجات تفريخ اخر وفي حاجات صيد. طيب ايه، ورينا الحاجات بقى اللي تحت دي. ثعلب؟ هات لنا ثعلب كده. ثعلب اقول له تحت ده. ثعلب المكار. كنا بنسمع عنه في الحواديت. هو ده الثعلب المكار. انت جاي حاجه؟ انت جاي تشتري ولا ايه؟ بتفرج. جاي تتفرجي؟ انت نازله مخصوص في الزحمه دي تتفرجي؟ ايه اكتر حاجه عجبتك بقى؟ الثعلب ده. الثعلب عجبك؟ صغنون. الثعلب المكار؟ اي طلع لنا نجيب الحاجات دي منين؟ بيصطادوه اهو الثعلب اهو. بيصطادوه ازاي الثعلب ده؟ لا دي جراوي. يعني ايه؟ جراوي صغيره. تفريق اسد. ده بياكل ايه الثعلب ده؟ ده بياكل فواكه، وممكن تربيه زي جراوي الكلاب، دراي فود، حاجات زي كده. شرس بقى يعني؟ لا. عدواني وكده الثعلب ده؟ جراوي صغيره لسه. لما يكبر طيب يبقى شرس؟ لما يكبر يبقى شرس؟ حسب التربيه بتاعتك. يعني ليه تدريب معين؟ لا حسب. اتربى في الاسد. بيطلع هادي. بكام الثعلب ده؟ يعني بياخدوه زي القطط والكلاب كده؟ ايوه حاجه زي كده. بكام الثعلب ده؟ 1000. 1000. 1000؟ عندك ايه تاني؟ بس. شوف القسم التاني بقى. تعالوا نشوف مع بعض القسم التاني. ايه بقى دي؟ تماسيح. تماسيح. التمساح. الحاجه جايه تتفرج على الحاجات. مش خايفه من الكورونا يا حاجه؟ نعم. مش خايفه من الكورونا؟ ما انا مروحه اهو خلاص. نستكمل بقى جولتنا هنا من داخل سوق السيده عائشه، سوق الجمعه في السيده عائشه. اوري قضاء على الفرامير عيرس. ادفع فلوس واصورك معاه. شايفين بقى حمام وزغاليل وعصافير. ده حمام ابيض ده. كده احنا داخلين السوق بقى. طبعا السوق كبير جدا من جوه. بنتمشى كده واحنا برضو جايين متاخر، ففي حاجات كتير شطبت عندهم في السوق. اخره الساعه 5 من الساعه 7 صباحا للساعه 5 مساء. متنسونيش بقى في اللايك وانتوا بتتفرجوا كده وبتتمشوا معانا، يا ريت تحطوا لايك بقى للفيديو ده. انا استاهل لايك كبير والله على الفيديو ده. ده ازحم مكان في مصر كمان. هنا بقى السمك الزينه. عشاق السمك بقى يجمعوا اهو. كله سمك. السمك الزينه اهو، جميع الاحجام والاشكال والانواع زي ما احنا شايفين. بص السمكه الزينه دي كبيره ازاي ما شاء الله. وبيبيعوا هنا الاحواض كلها كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. شوف العصافير دي عامله ازاي، حلوه قوي. ليه؟
طبعا في برضو هنا سحالف بس ما بيرضوش يصوروها عشان طبعا الانقراض وكده ما بيحبوش يصوروا. تعالوا بقى نشوف النسانيس دي. زي ما احنا شايفين دي تعالب متحنطة، وزي ما احنا شايفين حتى كمان الفسيخ والرنجة والحاجات دي بتتباع هنا في سوق السيدة عائشة سوق الجمعة. بكام بقى لو سمحت الفسيخ اللي عندك؟ ده بكام ده؟ ب100؟ وده؟ 80 جنيه. والرنجة اللي هناك دي بكام؟ وده ايه؟ سردين؟ بكام السردين؟ بكام؟ في اقبال بقى على الحاجات دي عندك هنا في السوق؟ في اقبال؟ يعني الناس بتيجي تشتري الحاجات دي من عندك يعني؟ شغالين من الساعة كام للساعة كام؟ تمام شكرا. اللي هناك ده اسمه ايه؟ اللي هناك ده ايه؟ بكام البسارية دي؟ بكام؟ 30. شكرا ليك، السلام عليكم. تعالوا نشوف مع بعض كمان انواع تانية من الطيور. وزي ما احنا شايفين برضو بيبيعوا هنا ملابس، انا مش عارفة الصراحة الملابس دي مستخدمة ولا جديدة، بس بيحطوها كده على ترابيزات بقى والواحد بينقي. السوق فيه كل حاجة. طبعا عايزة اقول لكم ان رغم الزحمة دي كلها وكده كمان الوقت اتأخر وفي محلات كتير قفلت الصبح بدري، بيبقى ازحم من كده بكتير. وفي ناس بتقول ان هو بيكون موجود جمعة وحد مش جمعة بس. قطط شراز زي ما انتم شايفين برضو كمان. بس هنا اقول لهم اعملوا لايك كيوت قوي. واللي تحت برضو قطه شرازي اهي لكل بقى هواة تربيه القطط. زي ما انتم شايفين هنا بقى النسانيس اهي سوق الجمعة. بكام النسناس؟ بكام النسناس؟ 5000. اي واحد فيهم؟ ده ذكر ولا انتية؟ ذكر وانتية. ايه؟ نص النسناس؟ بياكل ايه؟ بياكل ايه النسناس؟ لا نتاية. بياكل ايه النسناس؟ اي حاجة، اي فاكهة، اي خضار. في ناس كتير بتيجي تشتري نسانيس من هنا. اللي علق تشوفها يا باشا. دي قطة؟ نوعها ايه القطة دي؟ شرال دي؟ سيامي. سيامي؟ قطة سيامي؟ شرال دي. بكام القطة السيامي دي؟ بكام القطة السيامي؟ نبعدها شوية عشان دول بيقعدوا يعكسوا فيها. يعني ممكن يشدوها وهي بإيدي. 250 جنيه القطة دي؟ والله ب 300 جنيه.
هات 20 جنيه دي. والقطة شراز بكام لو سمحت؟ حاجات بتنين وحاجات بتنين ونص. اتنين يعني 2000 ولا ايه؟ 200 و250. اه بصوا تعمل 1000 تعمل 800. وعنده سلحفة جوه هنا. وايه ده؟ ارانب. ارانب دي ايه، للتربية ولا الاكل ولا ايه؟ في دي كده وكده. اصبر لما ياكل القطع شايفها عسل قوي. النسناس بيقشر الاستفندي وبياكله لوحده وبيستطعمه كمان. سكر اعملوا لايك بقى للنسانيس دي. بقولك بكام السحلفة؟ السحلفة بكام؟ السحلفة بكام؟ 200؟ بقولك لو قلت لهم يعملوا باي باي بيعملوا ولا ايه؟ متدربين ولا؟ متدربين؟ طب قول لهم كده يعملوا باي باي؟ قول لهم كده يعملوا باي باي؟ امال ايه بيتدربوا على ايه؟ بس كده يعني؟ شكله بيقعد كمان. سبحان الله زي ما يكون بني ادم. انت بتقول لي الناس هي اللي بس مش غير دول بس هم اللي بيلعبوا عشان جولتنا ما تطولش عليكم اكتر من كده. انا هنهي بقى معاكم الجوله النهارده. اتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده بالنسبه لكم. ان شاء الله انتظروني بقى في فيديوهات منفصله هنا داخل اغرب سوق في مصر، سوق السيده عائشه هنا يوم الجمعه. ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، ويا ريت بقى لايك كبير على الفيديو ده لان فعلا تعبنا فيه جدا جدا علشان نصور لكم كل جديد ومختلف هنا في السوق ده. لايك وشير واشتراك في القناه، وفعلوا بقى زر الجرس علشان اي اشعار جديد من القناه يوصل لكم على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.